اهلا وسهلا بحضراتكم. وكالعاده السفاره المصريه في كل الدول العالم الحقيقه مش في افريقيا بس، ودائما اعتناء كامل بالنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه جدا وبعثه رسميه محترمه جدا، والمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده حاجه كده جميله جدا، ديسنت وحاجه تشرف الكل الحقيقه، كل الاهلاويه وكل المصريين بهذا الشكل والشكل الرائع اللي احنا شايفينه. عموما ايضا عايز اقول كلمه مهمه جدا، المال ليس كل شيء في كره القدم، حاجه مهمه جدا ولكنه ليس كل شيء في كره القدم. هزيمه باريس سان جيرمان من ريال مدريد وصعود ريال مدريد للدور القادم في دوري ابطال اوروبا شيء مهم جدا 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 جدا، ولكن دايما تظل روح الفانيلا الحمراء بالنسبه للمصري هنا النادي الاهلي وبالنسبه للقاره الافريقيه حاجه مختلفه تماما عن العالم كله الحقيقه، مش بالنسبه لمصر والقاره الافريقيه فقط. يعني هنتكلم اكتر دلوقتي عن المباراه الايه؟ بيراميدز الاول؟ ونشوف الدرس الاول. الدعوه اللي احنا يعني اطلقناها دعوه للتعلم لكل الناس اللي بتتهم بيتسو بانه مدرب محظوظ، اللي بتتهم بيتسو موسيماني بانه مدرب ما عندوش الكثير من الافكار الخططيه. النهارده هنتكلم على حاجات كتير قوي عملها بيتسو موسيماني، ولما نيجي نشرح هنركز على فكره عشان تبقى سهله الاستيعاب يعني لمن اراد ان يستوعب ما يقدمه بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، لا ما احنا مش عايزين يعني يستوعبوا قوي، لا احنا عشان كده هنركز على تفصيله واحده، تمت مباراه بيراميدز. لكن اجمالا بيتسو موسيماني دخل المباراه امبارح ب 4-2-3-1، اعتمد على الخط الخلفي كما هو، اعتمد على محمد هاني، علي معلول، اثنين سنتر باكس، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، اعتمد على كانت المفاجاه، ودي اول التركات اللي عملها بيتسو. لعب 4-2-3-1 اللي الناس كلها كانت متخوفه منها، لكنه لعب بالتاكتيك دبل بيفوت. يعني ايه دبل بيفوت؟ يعني لعب باثنين لعيبه مركز سته قادرين ان هم يكفروا، وهنشوف لعيبه مركز سته دول كانوا بيضغطوا منين لما نيجي نشرح. ولعب قدامهم محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، واحمد عبد القادر، ومحمد شريف. ده اللي بدا الشكل اللي بدا بيه. نمشي شويه نلاقي ان بيتسو مع اول تغيير بيبدل عمرو السوليه مكان احمد عبد القادر، وبيقلب الطريقه ل 4-3-3 بعد ما سجل الهدف الاول. بعدها مع اقتراب المباراه من نهايتها وفي الربع ساعه الاخير بيتسو موسيماني بيقلب الطريقه ليه 3-4-3، كانت بتقلب احيانا ل 5-4-1 في الحاله الدفاعيه بنزول ايمن اشرف مكان حمدي فتحي ورجوعه انه يشتغل كليفت سنتر باك او قلب دفاع ناحيه الشمال، ولعب محمد عبد المنعم سائط ما بينه وما بين ياسر ابراهيم. ده اللي عمله بيتسو موسيماني خلال المباراه كفورميشن، كشكل للفرقه في الملعب خلال ال 90 دقيقه. كمان نقطه مهمه جدا جدا قبل ما نخش على الحالات، نقطة مهمة، بيتسو موسيماني ادى درس تاني في انه ازاي يقسم المباراة، أي مباراة فيها ست أرباع، يعني الربع أول حتى الربع السادس 90 دقيقة بنتكلم على انه بيتسو اشتغل بمعدلات ضغط مفيش فرقة في العالم تقدر تعمل الهاي بريس أو الضغط العالي 90 دقيقة، الراجل عمل ده في أول ربع ساعة من المباراة، قدر انه يشتغل بالضغط ده في اول ربع ساعه، رجع اعاد الضغط تاني في اول ربع ساعه من الشوط التاني وانهى المباراه بهذا الضغط، قدر انه يقسم المباراه بشكل كبير، وده الخطا اللي قدر يستغله بيتسو موسيماني وما قدرش كابتن ايهاب جلال ان هو يجاري فيه بيتسو، كان بيحاول يعمل الضغط ده لحد ما فشل فيه تماما بعد الدقيقه 75. اتفضل يا ممكن نبدا من اول ربع ساعه بقى في الشوط التاني اللي هي الكوره بتاعه الهدف الاول. لو معانا هنا الهدف الاول ده هو اصلا هدف شغال، هنشوف اصلا الضغط الهدف الاول يا جماعه. شوف بقى الكوره دلوقتي مع بيراميدز، هما بيرجعوا الكوره لورا عشان يبداوا تاني البيلد اب بتاع ايهاب جلال المعروف بيه طبعا. أيوة. وهنا الضغط اللي حصل بقى، شوف بيباصوا الكوره لبعض طبعا في الدفاع من شريف اكرامي لاحمد سامي، وضغط رائع من ديانج، تقفيل كل مساحات التمرير، مفيش مساحه ارجع ورا تاني لان مفيش اصلا اي مساحه يمرر فيها. نفس الكلام هنا على عبد الله السعيد، ضغط ثنائي وبعد كده هيبقى ثلاثي دلوقتي كمان، وبعدين اهو محمد شريف، يعني محمد شريف اصلا المهاجم بيضغط منظومه كامله، ده مش شغل فردي، ده مجهود مدرب وفكر مدرب. الناس بتقول الحظ ومش حظ، ادي الضغط النهائي بقى من الثلاثي، واهم لاعب عندنا هو حمدي فتحي اللي ضغط على عبد الله السعيد اللي صنع اسيست رائع ل 19 بتاعنا قفشه، سجل هدف طبعا بمنتهى الهدوء والثقه. يعني انا خفت من الحته دي بصراحه، بس الحمد لله تمت على خير، عدت يعني. عدت. وبرده موجوده هنا برده في كذا كوره، بس ممكن نشوف بداية الشحات.
هنلاقي برضو نفس الفكره بتاعه الضغط على اكرامي، ضغط مره واحده بس، غلط الكره وصلت لقفشه هيرجعها للمعلول، اللي يعمل عرضيه لحسين الشحات كان ممكن يعملها شويه بوش رجله مش بطن رجله لكنه بالظبط في الزاويه دي، لكن طلعت منه عليه. ماشي يا احمد، اسف اقطعك في النقطه بتاعت حسين الشحات، في لقطه لو يجيبوها لي على السكرين، وبيتسو موسيماني بيدي التعليمات لحسين الشحات قبل ما ينزل، كان بيشرح له بيعمله بايده كده، لو الكاميرا معايا بيعمل له بايده كده علشان بيعمل له بايده كده عشان يسقط في السبيس اللي ورا محمد حمدي والسبيس اللي ما بين احمد سامي وما بين محمد حمدي، ودي كانت اول كوره نزل فيها حسين الشحات، تنفيذ فوري لتعليمات الراجل. ده مش بس ذكاء في تحرك حسين الشحات، لا ده تدريب راجل بيشتغل عليه واللعيب حافظ هو هينزل يشتغل فين بالظبط، ده بالاضافه للضغط. النقطه الثانيه غير اللقطه بتاعه حسين، حابب ارجع ليه قصه الضغط ونرجع تاني للضغط بتاع النادي الاهلي قبل احمد يروح للجون الثاني. وهوقف عند لما ديانج يبتدي يطلع، وقفلي هنا وقفلي هنا هنا. انا مش بتكلم بس على الضغط المباشر، في ليفل ادفانسد شويه من تعلم الضغط بيعمله بيتسو موسيماني. ايه هو؟ رقم واحد قفل زوايا التمرير، انا بقفل عليك طول الماتش زوايا التمرير، بجبرك على انك تطلع بالكره في الاماكن اللي انا عايزك تطلع فيها، بقلل من خطورتك في اماكن الضغط. رقم اربعه الباص المحتمل، انا لما بقفل عليك زاويه التمرير انا كمان ببقى ضاغط على اللعيب المحتمل تروح له الكوره، وده اصعب نوع من انواع الضغط. هنا الراجل ده مضغوط عليه، احمد سامي مضغوط عليه بمحمد شريف، محمد حمدي مضغوط عليه بحسين الشحات. الحل الوحيد عشان ما يعملش الكره العرضيه، حضرتك طبعا راجل مدافع قدير، فانه صعب جدا ان الراجل هنا يعمل الباص العرضي. مظبوط، في خطوره. اخر حل بالنسبه له انه يعمل الباص العرضي اللي هو قطعه محمد شريف. فالحل الوحيد بالنسبه له انه يحطها هنا لنبيل عماد دونجا في وسط الملعب، نمشي ده الباص المحتمل هنا، ده اسمه قفل زوايا التمرير. الراجل خطوه استباقيه دخل قطع، وكان شريف كان ممكن يسجل بيها هدف سهل جدا جدا. كريديت ياخده بيتسو موسيماني، تاخده المنظومه، وبعد كده ياخده اليو ديانج. حظ يا اخي، يا اخي حظ يا اخي، غريب حظ غريب. فده ده ده لقطه مكرره في المباراه اتكررت 8 مرات. حظ يا اخي، مش حظ، هو ما قالهمش نفس اللقطه نفس التحركات، هو ما قالهمش، لا هو ما قالهمش. احنا النهارده قلنا عشان ما يحفظوش القصه كلها، عشان تبقى القصه سهله يعني مستساغه في التعلم، قلنا هنتكلم على الضغط بس اللي عمله بيتسو موسيماني، وحد هنسيب الباقي ونسيب الباقي عشان هو اتكلم عنه كمان في المؤتمر الصحفي لوقته. يعني اتفضل، ايش الجون الثاني؟ الجون الثاني معانا هتبدا برضو الكره كالعاده. بيراميدز اصلا يعني يمكن احنا الاستحواذ الاجمالي هو كان لصالحنا 1.5% بس، يعني يعتبر فرق 1%، بس الاجمالي بصراحه هم كانوا معظم الوقت احنا سايبين لهم الكوره بمزاجنا. انت سايبه خلي الكوره معاك، انت هتعمل بقى ايه؟ انت طبعا بتروح هنا الكوره لمحمد شريف، بعدين التحرك في المساحه، الكوره بقى تحسها متشابهه جدا لكوره القاضيه، هو كانه محمود علاء يرجع الكوره هنا بيحجز عليها ميكسوني. ميكسوني له دور مهم جدا على فكره في الهدف، رغم انه هو يعني مش قوي جدا بدنيا، لكنه ما زال حاجز جدا. بص التحجيزه دي مهمه جدا، هي اللي جابت الجول بالظبط. هو وسع المساحه وادى الفرصه تماما، لان الكره اصلا كانت قدام اصلا لعبه بيراميدز، لكن التحجيزه دي هي اللي وسعت المساحه للسولية، ان هو من مره واحده دخل شاطها يعني بكره يعني زاويه بصراحه مستحيله يعني على حتى شريف اكرامي، يعني صعبه جدا. فطبعا هدف رائع وهدف بفكر عالي جدا. يعني خليني كمان يا احمد اقول انه الناس اللي كانت بتتهم بيتسو موسيماني، لان انا شفت ده وسمعته، انه الناس بتتهم بيتسو موسيماني بانه مدرب يعني ما بين قوسين كده، متحفظ على اللفظ طبعا، انه مدرب جبان كرويا. يعني ده الاماكن مكان التواجد. معلش ترجع لي تاني اللقطه قبل ما السوليه يستلم، قبل ما السوليه ايوه كان الضغط ماشي. لا ده مكان تواجد اللعيب مركز 8 اللي في الملعب، عمرو السوليه موجود في في في, في زون 13 هنا على خط ال 18، ده عمرو السوليه. اليو ديانج في الكوره اللي جت لمحمد شريف بيضغط لحد خط ال 18. حمدي فتحي في الجول الاول بتاع عبد الله السعيد، ده لعيب مركز 6، لعيب مركز 6 بيفوت، اماكن تواجده المفروض تبقى في نص ملعب النادي الاهلي. ده امتى يا كابتن والنادي الاهلي متقدم بهدف؟ يعني ما ارتكنش للدفاع، ما سابش الملعب، ما جابونش ورجع وقفل الملعب. الراجل اللعيبه بتاعته بتاعت وسط الملعب بتعمل الضغط لحد الدقيقه كام؟ لحد الدقيقه 86.
بتعمل الضغط ده لحد الدقيقه 86. أيوة. فده للناس اللي كانت بتتكلم على ان الراجل احيانا بيجبن وبيرجع وبيقفل كومباكت. وعايز اقول ان المدرب جبان ده جايب 30 جول في 10 مباريات، المعدل الاعلى في الدوري المصري، والان هو محتفظ بالسجل الاقوى هجوميا ودفاعيا في الدوري المصري. اتفضل يا احمد. طيب احنا هنا كان في كرات، طبعا كرات سلبيه يمكن هنا مش معانا شويه لكنها سلبيه، اتمنى ما تتكررش في ماتش بيراميدز لانه للاسف هو ده اصلا مكمن خطورتهم. عندنا احنا هنا سلبيه في الكرات الركنيه، كرات الثابته، الكره الركنيه هتلاقي في الدقيقه 23 اخذها علي جبر، في الدقيقه 43 اخذها ابراهيم عادل. فاذا احنا عندنا كرتين خطيرتين جدا يعني طبعا فوق العارضه في ماتش بيراميدز، في ماتش سان داونز بتتكرر كتير. هم بيلعبوا دايما على الكرات الثابته والكرات العرضيه، فاذا احنا لازم يكون في تركيز. ده يعني سلاح خطير جدا لسان داونز، اتمنى ما يستغلوش. هو اصلا استغلوه فعليا السنه اللي فاتت وسجلوا هدف، احنا سجلنا هدف من ركنيه وهم كمان سجلوا هدف من ركنيه. فاتمنى ان احنا نكون مركزين في سلاح الكرات الثابته، نستغلها احنا وما نديهمش فرصه استغلالها. يعني خلينا كمان نتكلم على الضغط والفرق ما بين الضغط اللي عمله بيراميدز والضغط اللي عمله النادي الاهلي. ايه الفرق ما بين اللي عمله بيتسو موسيماني والضغط الفعال وقفل زوايا التمرير والضغط بس بالهاي بريس باماكن التواجد، وازاي النادي الاهلي كان بيقدر يخرج منها في كل مره؟ يعني الكابتن ايهاب جلال امبارح كان بيلعب هاي بريس، وده اللي ما ارهق اللعيبه وخلاه يغير وليد الكارتي وعبد الله السعيد ويغير فلسفته ومنهجه. وهنتكلم على قصه تغيير الهويه للفرق، ان انت عندك القدره انك تغير هويه الفرق وتخليهم يغيروا التكتيك اللي هم بيلعبوا بيه حتى لو كانوا ناجحين بيه بعد ما بيتسو بيشتغل في مواجهات النادي الاهلي المباشره معاهم. هنا تحت الضغط اليو ديانج بيخرج بالكوره بيحطها لمحمد هاني، وبتقدر ان انت بتخرج مهما كان الضغط بلعيب او اثنين او ثلاثه، وده الفرق. النادي الاهلي لما كان بيضغط على بيراميدز كان بيغلط كوره واثنين وثلاثه. قدره النادي الاهلي على الخروج بالكوره تحت الضغط كريدت لبيتسو موسيماني، كريدت للعيبه، لان ده تمرين ان انا اللعيب ازاي يطلع بالكوره، ازاي اعمل بيلد اب من الخط الخلفي. والحساب كان فوري وكاش لكابتن ايهاب جلال اللي حب انه يعمل البيلد اب زي ما بيلعب فرق الدوري كلها من الخط الخلفي. الحساب كان فوري بمجموعه الاخطاء للناس اللي بتقول ان هي مجرد اخطاء دفاعيه ساذجه هي اللي ادت للنادي الاهلي النتيجه. خليني اقول لك انه نادي بيراميدز هو الفريق الاعلى استحواذا في الدوري المصري قبل مواجهه النادي الاهلي، بيستقبل كل هذه الفرص والاهداف في مباراه واحده نتيجه فلسفه بيتسو موسيماني من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وتوزيع الجهد طبعا خلال بعد كده اتفضل. بيرستيو اصلا هو للاسف اللي هو كان في موده، للاسف هو اللي ما خدمش اسلوب موسيماني في المباراه دي، هو عدم يعني كفاءه بيرستيو. وبرده احمد عبد القادر ما كانش في يومه خالص بصراحه. بيرستيو يمكن بعد الاصابه ما قدمش اللي هو متوقع منه. بيرستيو كان قبل الاصابه كان يعتبر هداف الدوري، لكن للاسف لسه هياخد وقته يعني ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد، بس هو بالظبط زي ما اخذ وقت شريف فعلا كان بره مود التهديف، ان شاء الله يرجع برده بيرستيو لوضع التهديف ده. لكن احنا هنا بنشوف بقى فكره يعني الضغط. ايهاب جلال عنده فكره ان هو دايما بيبني الكوره من الخلف. احنا هنا الناس بتقول برده موسيماني محظوظ، بدوس على الحته دي ان هو الراجل ده بيتفضل عليه. يعني ايهاب جلال مع كامل الاحترام ليه ومدير فني مصري رائع يعني، لكن ايهاب جلال ما اتعلمش من درس 2018. 2018 الاهلي مع كابتن حسام بدري مع اختلاف المدير الفنيين قدر برضه يستغل النقطه دي، ورجعوا يا جماعه لهدف مؤمن زكريا في 2018 كربون من هدف الاهلي الاول بالكربون صح. من نفس الزاويه حتى، البدايه كان من احمد الشناوي حارس الزمالك للجبهه الشمال، الضغط خطا من بدل بقى المره دي هنا عبد الله السعيد، كان خطا من طارق حامد وقدرنا نسجل هدف الاهلي. النتيجه كانت 3 اعتقد برضه بالظبط 3-0 برضه نفس النتيجه سبحان الله يعني فاتفضل. ده اجمالا ده الجزئيه اللي احنا كنا حابين نشرحها في الدعوه للتعلم النهارده. الجزء كفايه كده بقى كفايه كده النهارده عشان ايه احنا يعني كفايه الضغط هو قال عليه. فخلينا نتكلم في خلينا نروح بقى لمباراه سان داونز. مباراه سان داونز المهمه دلوقتي بالظبط. احنا عندنا مباراه يوم السبت مهمه جدا، الكل ينتظر هذه المباراه.